لمنطقة بعيدة عن الناس، بعيدة عن ضجة المدينة، وبتعطيك الراحة النفسية. توجهنا صباح الخير يا جماعة، كيفكم اليوم؟ شو أخباركم؟ رواء؟ يعني اليوم نحن بضيعة كتير بتعقد، كتير بيرفكتو. بناء على طلب صديق القناة وصديقي وأحد متابعيني واللي هو حسن عبد الله، كتب لي بكومنت إنه بتمنى منك زيارة بلدة إهدن بشمال لبنان. نحن هلأ ببلدة إهدن، صلنا مبارح بس صورنا هيك كم لقطة لحقناش كتير، واليوم رايحين نصور شيء. الفيديو بده يطلع مش حبه حبتان، بده يطلع بيرفكتو على الاخر الاخر الاخر، احلى فيديو بالعالم اخر 10 سنين بالكره الارضيه. فقبل ما نمشي ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واعملوا لنا كومنت حلو لانه بهذا الشيء بيساعدني لحتى ينشر الفيديو اكثر. فيلا خلونا نروح نكتشف هذه الضيعه الحلوه. يلا طيب يا جماعة، نحن حنبلش بأول شيء حنزوره واللي هو محمية حرش إهدن. هيدي المحمية من أجمل المحميات بلبنان وكتير كتير كتير كبيرة. يعني من الأشياء اللي بتمتاز فيها هي إنه فيها حيوانات نادرة. طيب يا جماعة، نحن من بعد الطلوع بالجبل شي ساعة ساعة ونص وصلنا لمطرح لايكو سمكة التلج. هيدي المحمية تأسست بال 1993 لتكون أحد المحميات اللي فيها تنوع بيولوجي كتير كبير. هون بهيدي المحمية في أنواع أشجار وفي أنواع حيوانات وطيور فيش منهم بالشرق الأوسط كله. طيب يا جماعة، نحن هيك بنكون صرنا بساحة إهدن. هيدي الساحة تعتبر هي النبض الحي الفعلي لمدينة إهدن، لأنه هون بهيدي الساحة بيجتمعوا العالم وبيقضوا عصرياتهم وكل شيء، وحتى السياح بيقصدوها لهون لأنه كل المطاعم وكل شيء بتلاقي فيها. فهي صارت مثل معلم سياحي رئيسي بقلب إهدن. بس هلا للأسف كمان وضع البلد والحجر ما في شيء. طيب يا جماعة، نحن هيك بنكون وصلنا على أقدم كنيسة مارونية بلبنان واسمها كنيسة مار ماما. هيدي الكنيسة انبنت 749 وبطريقة بنائها بتحكي عن تاريخ وعرائد المسيحيين المارونيين بلبنان. جماعة، يمكن أكتر شيء لفتني بهيدي الضيعة هي طيبة أهلها ومبادرتهم دوما لعمل الخير، بحيث إنه كذا مرة كنت عم ضيع ودوما عم يبادروا لحتى يقدموا لي المساعدة. وهيك يا جماعة رحلتنا بإهدن خلصت. بدي اتشكر كل حدا حضر هذا الفيديو للآخر، بدي اتشكر أهل إهدن على الطيبة وعلى الاستضافة الحلوة اللي صادفونا إياها، وبدي اتشكر أكيد خي وصديقي أحمد اللي عم بيساعدني بالفيديوهات. إن شاء الله بنشوفكم بمطرح جديدة وبلدة جديدة، وإذا حدا عنده مثل العادة، إذا حدا عنده بلدة حاب بزره إياها يكتب لي إياها تحت بالكومنتات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.